ضمن مشروع ويكيدون، تقدم لكم دارة الملك عبد العزيز شرحاً حول كيفية كتابة مقال في ويكيبيديا. الخطوة الأولى: التسجيل. أنشئ حسابك الخاص من خلال الدخول إلى موقع ويكيبيديا والضغط على إنشاء حساب، ثم تعبئة بياناتك. الخطوة الثانية: ملائمة المقال. قبل محاولة إنشاء مقال، تأكد من وجود موضوع مناسب لديك قمت باختياره بعناية. الخطوة الثالثة: مصادر المقال. تأكد من موثوقية مصادر المعلومات التي لديك. الخطوة الرابعة: البحث عن العنوان. تأكد من أن ويكيبيديا لا تحوي مقالاً مشابهاً عن طريق البحث في جوجل ومحرك البحث الداخلي للموقع، وحاول أن تبحث بأكثر من صياغة لاسم موضوعك. الخطوة الخامسة: كتابة المقال. ضمن مربع النص سنكتب العناوين الرئيسية بهذا الشكل، أما العناوين الفرعية فسنكتبها بهذا الشكل. عند كتابة المقال ستجد بعض الرموز المساعدة، فالرمز الأول يعمل على تعريض النص المطلوب، أما الرمز الثاني فهو لربط كلمة معينة ضمن مقالتك بعنوان مقالة أخرى موجودة في الموسوعة، والرمز الثالث وجد لوضع مرجع لجزئية تمت كتابتها في المقال. ضمن قائمة خيارات متقدم الرمزان الرابع والخامس، أما الرابع فهو لوضع تعداد نقطي لفقرة معينة ضمن مقالتك، أما الرمز الخامس فهو لإدراج جدول في مقالتك. الخطوة السادسة: نشر المقال. عند الانتهاء من كتابة مقالك اضغط على أظهر معاينة لترى كيفية ظهوره على الموقع وتدقيقه، وفي حال كان جاهزاً للنشر اضغط على احفظ التعديلات. تهانينا، لقد شاركت في تحسين المحتوى العربي وأصبحت سعودي ويكيبيديان.